بعد تسجيل عراقيل كبيرة على مستوى الجامعات المصرية وتعرض الطلبات والأساتذة الباحثين الجزائريين لعديد المشاكل والبيروقراطية، سفارة الجزائر بالقاهرة تراسل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تقرير مفصل حول أوضاع الطلبة الجزائريين، خاصة بعد فرض غرامات مالية تصل إلى 50 دولار على وثيقة التربص، وهو ما يتنافى مع الاتفاقيات المبرمة مع الجامعات الجزائرية. هناك رفض في إمضاء تقارير التربص بحجة أنه لا توجد قوائم اسمية مسبقا حتى تتخذ الجمهورية المصرية احتياطاتها، يعني تبقى لها مسؤوليتها، ممكن احتياطات أمنية وتنظيمية وإلى غير ذلك. وإن كان إمضاء تقرير التربص بمقابل مالي، يعني 50 دولار، يعني اللي أنا حضرت عليها، وبالتالي الأساتذة والطلبة تاع الدكتوراه والعمال توجهوا بشكاوي متعددة إلى السفارة، يعني لأنه من المفروض أنه تقارير التربص تمضى مجانا. وحتى قضية الدخول إلى الجامعات المصرية، جامعة القاهرة مثلا، يشترط في الدخول أنه هناك جهة مستقبلة داخل الجامعة، إما رئيس قسم أو عميد كلية أو إلى غير ذلك. وزارة التعليم العالي وجهت تعليمة صارمة لمديري مؤسسات التعليم العالي عبر الوطن من أجل اتخاذ التدابير اللازمة بإفادة قائمة اسمية للطلبة والأساتذة المقبلين على السفر قبل شهرين من أجل رفع العراقيل، وهو ما ثمنته اللجنة الوطنية للأساتذة الجامعيين. صريحة عن طريق مديرية التعاون تقول باللي حتى نضبط الأمور ونخبر الجهة المصرية بالأسماء الوافدة إلى الجامعة المصرية، يعني ربما إذا كان هناك اتفاق مسبق، يعني وإخبار مسبق للجامعة المصرية، ربما راح يكون فيه اتفاقية التعاون، وراح موجودة يعني اتفاقية التعاون بيننا وبين الجامعة المصرية. متابعة وضعية الطلبة والأساتذة الجزائريين في الخارج مع تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجامعات الوطنية والأجنبية من شأنه توفير أحسن الظروف وحماية حقوقهم بالمهجر.